يقول الأهالي بحسن طالعهم ما داموا قد نجوا من القذائف وأخطأهم الرصاص، لكنهم لا يرون نيران حرب ليس لها دوي وأصوات تعلنها عليهم ميليشيا الحوثي وتسعى إلى قتلهم باستخدام أسلحة تصل إلى كل بيت. تقول وثائق من شركة النفط في المحافظة تم تجميعها خلال فترة طويلة أن مندوبي الميليشيا المتواجدين على مداخل مدينة تعز يسوقون كل ناقلة للمشتقات النفطية إلى جهات تخصهم ويمنعون إدخالها إلى المدينة مهما تكون الأسباب ومهما بلغت الحجة. كانت الشكوى أيضا بأنهم يرفضون دفع أي مقابل لما يسلبوه، وقد تطور المنع تدريجيا. في البداية منعت الناقلات التي تحمل المشتقات من الدخول، ثم تمت السيطرة على محتوياتها. تلجأ الميليشيا إلى تشغيل المركبات بطريقة السطو، ثم جاء دور تحديد المديريات التي يجب حرمانها تماما وعدم السماح بإدخال المشتقات إليها. وكانت مديرية التربة هي المستهدفة من هذا المنع، وألصقت التهمة الدائمة بأبنائها الذين يوزعون علومهم ومعارفهم في كل أنحاء البلاد، فقد كانوا من أوائل من تعلم وافتتح مدرسة في زمان الحصار القديم، وهم أول المتهمين في الحصار الجديد. بعد ذلك تم تحديد المستشفيات التي لا يستحق المرضى فيها الحياة من وجهة نظر الميليشيا، وتم مصادرة الكميات التي تستخدمها أفران الخبز. كل الوثائق التي كتبها موظفو شركة النفط وأرادوا الاستنجاد من خلالها ممتلئة بأحاسيس الفشل من إمكانية إنقاذ مدينة يحاصرها القتلة بمختلف أدواتهم.